السيد رئيس محترم، اولا باش نذكر السيد المستشار المحترم، لا بد من الاعتراف الا بلادنا الى يومنا هذا الى حدود الساعه ما عندهاش تعريفه محدده محينه، لان احنا تنشكيو ما تيطبقوش حتى هما تيشكيو. انا غنشرح لك. اولا كاين جريده رسميه اللي خرجت في 1984 الرقم ديالها 3715 اللي تتقول هذه الاثمنه الناس اللي عندهم هذه السيارات بين درهم ولا درهم و40 ولا حتى درهم و90 الكيلومتر، ولكن على حسب لي شوفو ديال لومبيلونس، الا كانت اقل من 4 لي شوفو، الا كانت بين 4 و10، الا كانت اكثر من 10. هذا ثمن ما يمكنش يمشيو به، لان حتى حنايا لان هذا الشيء ما كان معمرو تحيين منذ 1984. ثانيا ما كاينش واحد القانون ديال الاسعاف الطبي في المغرب. ولا شنو وصلنا ليه؟ وصلنا في غياب هذا القانون وهذه التعريفة الأثمنة المطبقة من طرف شركة الإسعاف الطبي، أصبحت هما اللي خدوها تخضع لأحكام المنافسة، مما يجعل المواطن الحلقة الأضعف خلال التفاوض. هذا شنو هو الحل؟ الحل خص قانون. بعد شنو هي سيارة الإسعاف؟ خص قانون شامل، وحنا تنوجدوا فيه، تنوعدكم قبل هذه نهاية السنة أنه ما بغيناش ندخلوا بعد شحال ولا ماشي شحال. شنو هي سيارة الإسعاف؟ دابا كلشي إلا شفتوا إير 4 سيارة إسعاف، إير 2 سيارة إسعاف، لومبيل، يعني ما بقيناش نعرفوا، ما كاينش معايير اللي تطبق. ثانيا خصك تعرف شكون تيعطي دابا الترخيص لسيارة الإسعاف؟ تعطيها الجماعات المحلية، حنا لا دخل لنا، وزارة الصحة هي مسألة صحية محضة. هذا الوقت هذا وزارة الصحة لا تستشر، كان الجماعة المحلية تعطي الترخيص ما تعطيش، اللي بغات تعطيه اللي ولكن هذا كل شيء هذا الشيء خصو واحد القانون مؤطر اللي داخل فيه المعايير، شنو هي سيارة الإسعاف، وشنو هي مثلا من نوع ألف من نوع باء إلى آخره، وكذلك التعريفة اللي تنوجدوا فيه إن شاء الله. شكرا سيدي.